وهو الفندق الأول من شهر رمضان قد ولى، وحل الفندق الثاني وقريبا يلحق بسابقه. وإذا كنا بالأمس كنا نقول متى يبدأ رمضان، ما هي سرعة الأيام، وسنقول متى سينتهي رمضان. وسبحان من له الدوام سبحانه وتعالى، فهو رب الأزمنة ورب الشهور ورب الأيام. ورمضان فرصة لكي يوازن المسلم فيه بين متطلبات المادة وأشواق الروح. ومعلوم أن الإنسان فيه الجانب المادي وجانب الروح. الجانب المادي يعني نستطيع أن نقيمه بربع الدولار. الإنسان في قدر من الحديد، في قدر من الفسفور، في قدر من هذه الأمور كلها قد تتجاوز ربع الدنانير أو ربع الدولارات. لكن العظمة كلها في أن هذا الإنسان هناك جانب روحي بجانب المادة. ولذلك فإن الإنسان إذا كان مادة من التراب فإنه نفقة من الوهاب سبحانه وتعالى. والمسلم هو الذي يوازن بين متطلبات المادة فيما تدور وأشواق الروح فيما ينبغي أن يكون الإنسان. الحقيقة إحنا عرفنا في مسألة المادة والجسم والتراب والطين، عرفنا أن الجسد أمراض يمر بها، الأمراض المعروفة المحسوسة والملموسة العضوية. وعرفنا كذلك أن لهذه الأمراض أطباء نهرع إليه إذا أصابنا مرض عضوي في أي جارحة من جوارحنا. لكن ينبغي أن نعلم كذلك أن الروح قمر. الروح سواء نسميها الروح أو النفس أو القلب طمرت، ولها أطباء هم العلماء الظاهرين العالمون بدينهم الفاهمون بكتاب أو فهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمراض القلوب وأمراض الأرواح وأمراض النفوس مثل الغل والحقد والحسد والغيبة والنميمة، هذه الأمراض التي تنفر في المجتمعات هذه علاجها في كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطباؤها العلماء العارفون بربهم والفاهمون لكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس هذه القلوب. ما بيقولكش انك انت هتصلي طول الوقت او هتقرأ القرآن طول الوقت او هتدعو وتسبح طول الوقت، لا، ولكن يحفظها ساعة وساعة، يعني ساعة يستجيب فيها الإنسان لمتطلبات المادة، وساعة يسعى فيها الإنسان لكي يعطى بأشواق الروح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن القلوب قد تمل من كثرة العبادة أو من كثرة الذكر أو التسبيح، فينبغي أن نوضح عنها. بيجي رمضان عشان يقول لنا إحنا بناخد شحنة من الزاد حتى نستطيع ان نواصل بقيه العام. العام اللي بيحتوي على 12 شهر بيجي شهر رمضان عشان يعطينا هذه الشهر، يعطينا هذا الزاد، يعطينا الموازنه بين اشواق الروح وبين متطلبات الماده. فلا يسعى الانسان في الدنيا كسعي الانعام السائمه وانسى دينه وانسى ربه وانسى كتابه وانسى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا هو يقيم يعني 24 ساعة في القرآن أو طاعة أو ذكر أو عبادة، يعني هذا لا يتأثر. إن سيدنا عمر قال حينما رأى قوما من أهل اليمن يعني يتواجدون كثيرا في المسجد، فقال ما شأنكم؟ سأل عنهم، قال هؤلاء المتوكلون. إيه متوكلون؟ قاعدين في المسجد نايمين واقفين شافين ولا عمل لهم. قال هؤلاء هم المتوكلون فعلاهم الجرعة. وقال إن المتوكل الحقيقي والذي يرمي بذرة الأرض ويتعهدها بالسقي حتى تأتي أخرى.
تأكلها أو تثمر وتأتي الثمرة المرجوة. المسلم يتعلم أنه يوازن بين هذا وذاك، بين متطلبات المادة وبين الأشواق. كذلك في شهر رمضان بتزيد الجرعة الإيمانية، بدك عود على أن تلتقي في صلاة التراويح، على أن تلتقي في صلاة القيام، على أن تلتقي في الجماعات والجمعة، موارد الإفطار التي يجتمع فيها المسلمون يقول هي بمثابة شحنة للمسلم تجعله يعني لا يغيب عن واقعه الذي يعيشه ولتعطيه شحنة لكي يعني ينتقي بها على امتداد العام كله فيما يتبقى من أجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا فيما نأتي من أمورنا وفيما ندع، وأن يبارك لنا في أيامنا وأوقاتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وفي كل ما رزقنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على بشير النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإخوانكم بيقولوا إن في عرض للفيشن الآن بعد هذه الكلمة، فمع السلامة والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.